أحرق مواطنون بولاية سنار مقر شركة منعمة للأمن الغذائي، حيث أضرم المواطنون النار في مستودعات الوقود وأحرقوا عددا من الآليات والوابورات. وأفاد مراسل الشروق أن الحريق جاء نتيجة لعدم التوصل لتسوية مع تجمع القرى المحيطة بالمشروع، والتي تضررت بفعل الاستخدام المفرط للمبيدات، والتي تسببت في ظهور حالات أمراض سرطانية بحسب مواطنين هناك. وحذر رئيس لجان الخدمات بقرية جنوفا محمد شكر الله من التلاعب بقضيتهم التي تشكل حياة إنسان المنطقة، وأشار إلى أنهم جلسوا مع الجهات الرسمية بالولاية وقدموا شكاوى لإيجاد حل جذري لمشكلتهم مع شركة أبو نعامة، لكنهم لم يجدوا حلا، وإن الشركة عادت لممارسة نشاطها الزراعي بالقوة متجاهلة كل مطالب المواطنين، مما أثار غضبهم.